يقول لك هاي مالتي احنا نبقى عراقيين وصلاء شرفاء نحافظ على بلدنا دمائنا. لقاها بالشارع وخليه حتى يعرفون كل العالم ان العراقيين غيورين وشرفاء مو ذول يمثلون العراق. الحرامية ما يمثلون الشعب العراقي. الحرامية يمثلون الامريكان اللي جابهم السفنة. صح احنا ما عندنا سلاح يقارن ماكو مقارنة بيننا وبينهم بس عندنا الضميع. وأنها لا تزال مستمرة وبشكل يومي أمام أعينهم في الجهة المقابلة. كنا نتساءل لماذا لم يحركوا ساكنا لمنع هؤلاء اللصوص من نهب المخازن الرئيسية للمواد الغذائية في بغداد. الملفت للنظر أن القوات الأمريكية تحركت وبسرعة لافتة، ويبدو أن السبب هو وجود كاميرا قناة أبو ظبي التي رصدتهم وهم يتفرجون منذ دقائق عديدة. بالفعل لم يتوانى الجنود الأمريكيون عن وقف عمليات السلب والنهب. مش صغير ما عندنا حصة ماكو. حصة ماكو ازاي؟ ما كل ده حصة؟ كل ده بيت واحد؟ أربع عوائل؟ إيه. وأنت بتسرى ليه؟ هو نفس الشيء عرفوه نفس الشيء. الاخوان حرام ده؟ انت مش مسلم؟ يا مسلم نستشرع بيه عود بالمراجع. نستشرع بيه اخي، نستشرع بيه ونوم. شو تاخذ بيع وبعد كده؟ لا ما نبيع يا بشم بيع. انا بيع البيت اكل والله العظيم. اكل ما البيت الحكومه سلمتكم اكل. خلص عمي خلص الحكومه خلص سلمتنا ما ست اشهر وخلاص. مال البيت يا لقيت عاد والله العظيم. تعال تسرع ليه؟ والله غذائيه ما عندنا. الله شاهد تبيعوها في الشارع. لا والله الله شاهد غذائيه ماكو والله وبالله. اكو ناس تبيع والله للبيت اربع عوائل. اي والله الله شاهد اكو ناس تبيع. انا اقول لك يا يبيعون برا. احنا نشتري منك ب1000 ونروح. بس والله العظيم منا عندنا اربع عوائل جاينا منهم.
السؤال الذي أثار التعجب، لماذا هذا التصدي وعدم تأمين هذه المستودعات الكبيرة؟ الإجابة جاءت على لسان مقيم بجوار هذه المستودعات. لما تيجي وكالة الأنباء فالقوات الأمريكية تيجي عليهم ويسحبون، من تروح وكالة الأنباء سواء يكون أبو ظبي أو القناة الثانية أو غيرها، عرفت شلون؟ رأسا يجون القوات الأمريكية، وهذا فشي يعني القوات الأمريكية هذا تشجع هاي الحالة. اذهبوا بعيدا، لا أبالي، فقط غادروا المكان.